يناديها فتبتعد ويدعوها فما ترد، حتى إذا ألمت بها الأحداث ونزلت بساحتها الأوجاع جاءت إلي مطرقة ذليلة. إنها نفس المؤمن كلما يذنب يتذكر أن له ربا يقبله، يتذكر أن له ربا يؤويه. يناديها وتأبى أن تجيبا، وتبعث ردها دوما عجيبا. أناديها وأصرخ هل تتوبي، فترفض أن تعود وأن تتوبا. أناديها وتأبى أن تجيبا، وتبعث ردها دوما عجيبا. أناديها وأصرخ هل تتوبي، فترفض أن تعود وأن تتوبا. وتبحر والهوى يغذو خطاها، يزيف دربها يخفي العيوبا. ويلقيها الهوى سكرى بأرض يا باب لا ترى فيها حبيبا. وتنظر علها تلقى خليلا، فيأتي الصمت مكتوما رهيبا. وتبعث ردها دوما عجيبا. أناديها وأصرخ هل تتوبي، فترفض أن تعود وأن تتوبا. أناديها وتأبى أن تجيبا، وتبعث ردها دوما عجيبا. أناديها وأصرخ هل تتوبي، فترفض أن تعود وأن تتوبا. وتذرف دمعها والهم يكوي، حشاها والأسى يذكي اللهيبا. ويأتيها صدى الأعماق يبكي، أطعت الإثم خالفت الطبيبا. غرقت وقد رميت الطوق يوما، وكنت كمن رمى شيئا كئيبا. تبعث ردها دوما عجيبا. أناديها وأصرخ هل تتوبي، فترفض أن تعود وأن تتوبا. أناديها وتأبى أن تجيبا، وتبعث ردها دوما عجيبا. أناديها وأصرخ هل تتوبي، فترفض أن تعود وأن تتوبا. ركبت مراكب الشهوات حتى جنيت الشوك حصلت الذنوبا. وتمضي في فلات الهون عطشا، مزعزعة الخطى تشكو الكروبا. تعثر فوق رمل من جحيم، وشمس العمر توشك أن تغيبا. وتبعث ردها دوما عجيبا. أناديها وأصرخ هل تتوبي، فترفض أن تعود وأن تتوبا. أناديها وتأبى أن تجيبا، وتبعث ردها دوما عجيبا. أناديها وأصرخ هل تتوبي، فترفض أن تعود وأن تتوبا. وتبحث عن هدى يسقي حماها، وعن روض تشاهده قريبا. وتصرخ صاحبي أمسيت حيرا، وقلبي جاء للمولى منيبا. فمد يديك عانقني بحب، فما زلت المؤدب والأريبا. تبعث ردها دوما عجيبا. أناديها وأصرخ هل تتوبي، فترفض أن تعود وأن تتوبا. أناديها وتأبى أن تجيبا، وتبعث ردها دوما عجيبا. أناديها وأصرخ هل تتوبي، فترفض أن تعود وأن تتوبا. ركضت تجاه محرابي أناجي،
إلهي كدت من خوفي أذوبا، أتت نفسي إليك تريد عفوا، فشفعني بها كلي مجيبا. رجوتك أنت تصلحها إلهي، وتمنحها الأمان لكي تتوبا. تبعث ردها دوما عجيبا، أناديها وأصرخ أن تتوبي، فترفض أن تعود وأن تتوبا. أناديها وتأبى أن تجيبا، وتبعث ردها دوما عجيبا، أناديها وأصرخ أن تتوبي فترفض. عن يزيد الرقاشي قال: بلغني أن نورا سطع في الجنة، لم يبق موضع في الجنة إلا دخل من ذلك النور فيه. فقيل: ما هذا؟ قيل: حوراء. قيل: حوراء ضحكت في وجه زوجها. فما ظنك بامرأة إذا ضحكت في وجه زوجها أضاءت الجنة من ضحكها، وإذا انتقلت من قصر إلى قصر قلت: هذه الشمس متنقلة في بروج فلكها. وإذا حاضرت زوجها فيا حسن تلك المحاضرة، وإن خاصرته فيا لذة تلك المعانقة والمخاصرة. وحديثها السحر الحلال لو أنه لم يجن قتل المسلم المتحرز. إن طال لم يملل، وإن هي حدثت ود المحدث أنها لم توجز. وإن غنت فيا لذة الأبصار والأسماع، وإن آنست وأمتعت فيا حبذا تلك المؤانسة والإمتاع. وإن قبلت فلا شيء أشهى من ذلك التقبيل. إن حور الجنان قد تزينت لك وأنت ساهل عنها، فإن الحور العين هن نساء الجنان، هن نساء الجنان. إن المتقين في جنات وعيون، أدخلوها بسلام، أدخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لا يمسهم فيها نصب وما هم بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. حبيبنا وخالقنا ومولانا، يا مولانا من الذي يجبر كسرنا وأنت للقلوب جابر؟ من الذي يغفر ذنبنا وأنت للذنوب غافر؟ من الذي ينصرنا وأنت المولى الناصر؟ من الذي ينصرنا وأنت المولى الناصر؟ يا من هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، وهو بكل شيء عليم. يا من يفرح بتوبة المذنبين، يا من يغفر زلات المخطئين، نجنا من النار وأعذنا من دار الخزي والبوار. نجنا من النار وأعذنا من دار الخزي والبوار، وأسقنا الجنة مع المتقين الأبرار، وأسقنا من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا، شربة لا نظمأ بعدها أبدا. ومتعنا مولانا بالنظر إلى وجهك الكريم.
ومتعنا اللهم بالنظر إلى وجهك الكريم ومتعنا تذكر يا أخي الشاب تذكر إذا نزل بك هادم اللذات ومفرق الجماعات تذكر وأنت تنظر إلى هذه الدنيا آخر النظرات يا سعادة اجعل يا أخي الشاب اجعل نظرتك بعيدة اجعل نظرتك جن عرضها السماوات والأرض أي أغاني وأي معاصي وأي شهوات تحول بيني وبين جنة عرضها السماوات والأرض بعد رحمة الله جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا اجعل يا أخي الشاب اجعل نظرتك بعيدة اجعل نظرتك جن عرضها السماوات والأرض أي أغاني وأي معاصي وأي شهوات تحول بيني وبين جن عرضها السماوات والأرض بعد رحمة الله جل وعلا نعم تقول أخت عمر بن عبد العزيز واسمعوا هذه الكلمات تقول إن البخيل كل البخيل إن البخيل الذي يبخل على نفسه بالجنة نعم الذي يبخل على نفسه بالجنة سبحان الله كم ستعيش أين الهمم العالية على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكريم المكارم وتعظم في عين الصغير الصغارها وتصغر في عين العظيم العظائم نعم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا اللهم إنا نسألك الجنة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا يا أخي الشاب ويا إخوان والله نصيحة لنفسي أولا ثم نصيحة لك يا أخي الشاب لا تخسر جنة عرضها السماوات وقبلها لا تخسر الله جل وعلا أسألك بالله هل أنت سعيد؟ يا من تضيع صلاة الفجر لا تشهدها اسأل نفسك أنت مرتاح؟ أكثر الشباب الآن طفشان وزهقان وطفران يقول ليش؟ لأنك بعيد عن الله جل وعلا فيا شباب ويا أيها الأحبة أخيرا تراك أنت إذا تبت أنت المستفيد لأنك تنقذ هذه النفس من نار ترضى لا يصلها إلا العرش استوى وعلى الملك احتوى يا فالق الحب والنوى اللهم إنا نسألك في هذه الساعة أن تجعل للمسلمين من كل هم فرجا اللهم تب على التائبين وامح ذنوب المستغفرين اللهم إن اجتمعنا في هذا المكان والله نرجو رحمتك يا رب اللهم إنا نرجو رحمتك فارحمنا.